بالنسبه للحواجز هنا في الشاطئ ديال سلا فهي فعلا تشكل خطوره كبيره على الساكنه. فمؤخرا كان سقط واحد الولد هنايا ومات هنايا، ديالنا كل كان حاجز هنا ما يكونش هذا المشكل. ثم ان كاين مناطق هنا كتشكل خطوره، كذلك بالنسبه للاكوت هنا ديال سلا ما مهلينش فيها بحكم ما هي في الرباط اللي كنلقاو ان فيها الاخضرار، فيها لابيسين، فيها بزاف ديال الحوايج. اذا ساكن سلا تعيش مشاكل كثيره من هذه الناحيه، من ناحيه الشواطئ، من ناحيه الرصيف ديال هنايا، ومن ناحيه التشجير والى اخره. اذا حنا كنطلبوا من المسؤولين باش يحاولوا يديروا لنا الحواجز لهذه المنطقه هذه، لان تشكل خطوره كبيره على الدراري، على الكبار، على الصغار، وحتى بالنسبه للحراسه ديال السباحه. الناس كيسبحوا في مناطق هنا خطيره، كتشكل عليهم خطوره شحال من واحد هذا العام في المستوى. دائما توقع هذه المشاكل، كيموتوا الناس هنا بزاف. وتنتمنى ان شاء الله باش الناس المسؤولين يشوفوا هذه المنطقه هذه، بان الجماعه ديال السلام ما خداماش كما هي في الرباط. كنشوفوا الناس عندهم فين يتمتعوا، فين يمشيو، فين يدوزوا مناطق خضراء. تنشوفوا فرق كبير بين شاطئ الرباط او يسمى ب شريط نعم ديال الرباط وديال سلا. ولهذا نتمنى ان شاء الله المسؤولين باش يشوفوا هذه القضيه هذه وياخذوها بعين الاعتبار، وماشي يبقاو غير في الانتخابات. هاي الجيل الانتخابات يبقاو يهضروا لنا على الانتخابات، خصنا نشوفوا النتيجه من بعد ما وراء الانتخابات. هذا هو اللي تهمنا حنايا، باش الساكنه تعيش واحد ظروف جيده، باش تشوف تلقى فين تتحرك، فين تنفس لهم، لان ما كاينش متنفس في النهار تقريبا الى في تي مارينا ما كاين شيء. اللي في لو اتجهتي تلقى المشاكل. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.